ولا بقعدوا الايام يا اتش؟ لسه الاوضه الحقيقيه اهي اهي. هو ده الكلام يا ابن اللعيبه؟ حته ضربان من مبطه بس. ايه بقول لك ايه، ما نيجي نحطها في الحمام. تعبيط ياض، انا اقعد في اي حته واضرب هنا. هشام بقول لك ايه، تعالى نخش كده، مش عايزين نعمل مشاكل. يا كوكو يلا يا اخويا. ايه اللي جابك هنا يا بت؟ جاي اشوف البيه المحترم بيعمل ايه. مين ده اتش؟ ولا اوتو عايز ايه؟ ايه اللي جابك هنا يا هشام؟ ولا اللي فيه ده اوستخ عمره ما هيبطله. تعالي معايا. اوعى تعالي. ودفعت لها الفلوس؟ كلها. ما انت عارف امينه ما بتشتغلش لما تاخد حقها كامل. والبضاعه فين دلوقتي؟ داخله في شهر في المينا، وقعدتها في المينا دي جابتني عشان ترحم بيه. تمام، أنا هخلصها لك. بجد والله رحيم بيه؟ هو ده عشمي وحياة ولادي، أول ما صرفها في السوق هجيب لك فلوسك لحد هنا. أنا هخلصها لك من غير ما أخد منك ولا مليم. ولا مليم؟ بجد والله؟ بس يعني ده كتير عليا يا رحيم بيه، وكمان ده يعني ده حقك. حقي هاخده منك نسبة. نسبة؟ يعني إيه نسبة؟ هدخل معاك شريك في شركتك. 20%، وأي شحنة هتجيبها هتخلص على إيدي. 20%؟ كتير قوي يا رحيم بيه. احسب خسارتك دلوقتي، هتلاقي نفسك كسبان معايا. بضاعتك وهتترمي في البحر، ومحدش هيرضى يدخلك بضاعة تاني بعد كده. أنت ملطوط بقى. اللي تشوفه يا رحيم بيه. محتاج نمضي عقود عشان نخرج الشحنة ولا؟ أنا كلمتي عدت. المحاسب بتاعي يجي لك آخر كل سنة يبص في الحسابات عندك، بقول لك محتاجين منك قد كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كده بقى احنا بقينا شركاء رسمي، وطول ما احنا شركاء هنفضل حبايب. قريني كده بقى، مش فاضل غير انك تجيب لي علبه زي العلب اللي محجوزه في المينا. بكره الصبح تبقى عندك رحيم بيه. حلو، اول ما تسلمني العلبه عد 48 ساعه وبضاعتك تبقى عندك. 48 ساعة؟ ده أمينة قالت لي شهر، وسيد قال لي أنا. أمينة الله يرحمها، وسيد ملوش في البطيخ أصلاً. هو أنت عايز بضاعتك توصل لك ولا إيه؟ أمينة رحيم بيه. طب نقرا الفاتحة بقى ونلبس دبل؟ لا لا لا، بلاش حكاية الدبل دي، نقرا الفاتحة بس. نفسك او تفتكري مثلا ان انت مرات بجد، او قعدتك في القصر تخليكي تفتكري انك حاجه. لا يا ماما فوقي، ده انا جايبك من الشارع. لا يا حبيبي، انا مراتك غصب عنك، وانت لو صعدت من الشارع فانا لما عرفتك كنت صايع وضايع وشمام، ما وراكش غير الشم. ولا نسيت؟ لا نسيت ايه، ده انت لسه على وضعك شمام. طب غوري يا بنت. ايه غوري؟ بدل ورحمه امي ده اكون جايبك هنا نصين. لا خفت، خوفتني. لا يا حبيبي ما تقدرش تعمل لي حاجه، وانت عارف كويس انا اقدر اعمل ايه. اثر بدل ما تتحسر. انت بتضربني؟ طب انا يا هشام هوريك هعمل فيك ايه، وحياه ابنك وانت شايفني تاني. الله 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 الله، قوم كده يا عم هشام وروق. في ايه؟ ما تخلاش ترسك الاصطفى. اهلا اهلا رحيم بيه. الاستاذ عارفه، خليك اهل. الاستاذ جمال اخو المرحومه. البقاء لله، الله يرحمها، كانت عزيزه علينا كلنا، كانت ست طيبه قوي. الله يرحمها ويغفر لها. أنا طلبت من الأستاذ جمال
إننا نعمل إجراءات إعلام الوراثة لأمينة الله يرحمها. وبعد ما عملنا كل الإجراءات وبصفته هو وإخواته الورثة الشرعيين قرر إنه يشوفك عشان عاوز يقول لك حاجة مهمة. شوف يا رحيم بيه، أنا عارف علاقتك بأمينة كان شكلها إيه قبل السجن وحتى بعد السجن. مخلص يا سبيبي، أنا كان نفسي أقول لك حلال عليه بس ما ينفعش أقولها ليها حلال. زي الجتة اللي ما يوسع عليها الرحمة كده. أنا مش هاخد من الفلوس دي غير نصيبي وبس. الفلوس اللي خدتها مني المرحومة، الباقي ليكم. ما ينفعش يا رحيم بيها، الفلوس دي جدورها من التنة. السوس واكلها، احنا مش هنعرف نزرعها ولا نرويها ولا نخليها تطرح حاجة. الفلوس دي مش هتطرح فلوس إلا معك انت رحيم بيها. طيب أي خدمة تاني منا سامي بيها؟ لا تمام كده، كده زي الفل. بعد إذنكم. على فكرة رحيم بيه، أمينة كانت بتحبك أوي، وأنت الوحيد اللي كنت بكلمة منك تقدر تخليها تسيب السكة اللي هي كانت ماشية فيها. بس أنت طمعتها، طمعتها في سكتك ودنيتك، الفلوس اللي متلتلها. لما خليت بيها كانش قدامها غير انها تكمل في السكة دي لحد ما ماتت. يا خسارة، كلمة واحدة منك كانت هتفرق، بس انت ما قلتهاش. الجدع ده باين عليه مجنون. مجنون علشان اداني الفلوس؟ انا مش فاهم ازاي واحد يتنزل عن ثروه كبيره بالشكل ده لواحد تاني عشان الكلمتين دول. انا فاهم هو ليه عمل كده. طب فهمني. صعب يا سامي، انت بالذات صعب قوي تفهم حاجة زي كده. قومي البسي بقى انت يا استاذة رنيم عشان نلحق اليوم من اوله. حاضر. ربنا يخليكم لبعض. منورانا يا دكتورة والله. ده احنا قلنا خلاص ما عدناش نشوف وشك تاني، بس هنعمل ايه بقى؟ طلع فيك الخير. عموما انا جاية علشان خاطر رنيم، عشان اشكركم على اللي انتوا عملتوه معايا. اه طبعا يا اختي، امال احنا اهل. الله اخبار رحيم ايه؟ كويس والله. الراجل ده عمل معاك اللي ما يعمل، واحد غيره كان زمانه دلوقتي سايبك مرميه في السجن ولا حد بص في وشك. ما تقومي تساعدي رنيم في اللبس. جرى يا راجل في ايه؟ ما انت عارف بنتك ما بتحبش حد يساعدها، عامله لنا فيها واحده كبيره. ولا قرف. بابا ده علشان مصاريف ودروس رنيم. هي كويسة بس محتاجة اللي يساعدها. اه طبعا، طالعة على امها حلوة. انا جهزت. يلا بينا حبيبتي. يلا اسمع كلام اختك يا بنتي يا رنين. حاضر. تعالي يلا. داليا مالك؟ شكلك مش عاجبني. مفيش يا بابا، بفكر في كل اللي حصل. اللي حصل ده ممكن يكون خير، على الأقل خلاك عرفت أختك الصغيرة. ما تفكريش في اللي فات يا بنتي، وخليكي دايما بص على اللي جاي. خلي بالك من أختك. حاضر. يلا يا دكتورة رنين. يلا يا دكتورة دالي. يلا حبيبتي، مع السلامة. أنا جهزت العربية عشان طلعت السلوم. تمام.
مالك رحيم؟ شكلك مش عاجبني. مش عارف. عارف يا رحيم، بس برضه خايف عليك. انت مش صاحبي وبس، لا انت اخويا وعشره العمر. انا لما برجع شريط حياتي قدامي كده بلاقيك في كل لحظه فيه، حتى وانت في السجن كنت معايا وحابب. انت يا رحيم عشت حلو. تعالى يا عبوده. حلم بيه. ازيك يا حلمي؟ ازيك يا هلا؟ تعالى يا عبوده. ازيك يا عبوده؟ اقعد. بص يا رحيم، دي عينه من البضاعه الموجوده في الجمارك. افتح. ودي اختها؟ تبقى الاصل هي، بس بدل البروتين حطينا كاكاو على دقيق ابيض، ولا حد هيعرف يفرقهم من بعض غير لو اتحللت. تمام. قول لي عملتوا كام علبه؟ لا احنا عملنا دي بس، لو انتوا تمام هنعمل قد الكميه اللي موجوده في المينا بالظبط، وهنخلصها النهارده كمان. طب قول لي الحكايه دي هتبقى فرنجايه كام؟ يعني 50 60 باكو كده يعني. خلاص. خلي الرجاله تشتغل. امين. عبوده، عمر يا كبير، لو عاوز رجاله زياده خد فلوس من هشام، بس خلي بالك المشوار ده مش عايز فيه ولا غلطه، فاهم؟ قال يا كبير درقتي. فاهم عبودة؟ خلاص عيب. ماشي. يلا عبودة. قول له رحيم، هنتحرك امتى؟ أحمد بيه، عندي ليك أخبار حلوة قوي. ألمانيا؟ ألمانية إيه بس؟ في ألمانيا حلاوة بالمنظر ده؟ ده كفاية الناس. بص، هو مفيش زي كده يعني بالظبط، بس في حاجات تانية حلوة برضو. أنت اللي حلوة. يلا يا بكاش. بقول لك إيه؟ أنت عارفة الجامع ده عمره قد إيه؟ حوالي 1000 سنة. تعالى انت بس معايا هناك وانا اوريك مباني عمرها 1000 سنة واكتر كمان. البلد مش مباني يا فروح. اكيد طبعا، بس انت لو بتدور على نفس صاحبهم تتعلم منهم. مفيش زي الالمان اللي بلدهم نسفتها ناس في الحرب العالمية التانية، ومش بس قدروا ان هم يبنوها من اول وجديد، لا دي بقت من اهم دول العالم. هو انت بتكرهي مصر؟ مفيش حد بيكره بلده يا زياد، انا بس ما بحبش هنا شوية حاجات، يعني سلوكيات، الظروف، تقدر تقول كمان شوية ناس. رحيم السيوفي مثلا؟ أنا ماليش دعوة برحيم ده من أساسه، كل علاقتي بيه إنه هو خلقه بس. أمال أنا ليه شايف غير كده؟ زياد، مش كل ما تشوفني تقول لي الكلمتين دول، أرجوك بليز كفاية. خلاص أنا آسف، أنا بهزر معاكي، ما تعصبيش كده. المهم، قلت لحاب على موضوع السفر؟ أنا من ساعة ما رجعت القصر وانا ورحاب ما بنتكلمش. ليه؟
انت مش قايل ان انتوا قريبين من بعض؟ ده حتى اليوم اللي قابلتني فيه انت ورحيم توقعت هي اللي تبقى موجوده معاك مش رحيم. من ساعه المشكله اللي حصلت ما بيني وما بين سيد وانا بصراحه نفسي مسدوده مش قادره اكلمها. وهي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه يا فرح؟ ذنبها ان هي طول الوقت محسساني ان هي مكسوره وضعيفه وملهاش ظهر، طول الوقت محسساني ان هو نقطه ضعفها اللي من غيرها حياتها عمرها ما هتكمل، عماله تدافع عنه ليل نهار، ودي حاجه بصراحه بتستفزني جدا. مش عارف ازاي هي ناسيه ان هي اخت رحيم. مش يمكن اللي هي فيه ده بسبب انها اخت رحيم؟ تقصدي ايه؟ قصدي انك ما تبصش على رحيم يا زياد، بص على الناس اللي عايشه حواليه، شوف ظروفهم عامله ازاي وانت هتعرف ليه انا قلت لك تيجي تسافر معايا. تشيل يا ابني الاطباق اللي على الترابيزه دي، وانت غير المفرش ده. رحيم وحشتيني، تعال. اللي انت شايفه الصور دي جاتلك ازاي؟ هو ده المهم اللي عندك؟ لا دالي، انت عارفة انك اهم حاجة عندي. تعالي اقعد عشان افهمك. تفهمني ايه؟ انك كنت على علاقة بأمينة؟ انا ما حبيتش عليك حاجة من يوم عرفنا بعض. بس خبيت عليا انك رحت لها الفيلا اول ما خرجت من السجن. أمينة هي اللي جت لحد عندي وطلبت مني أروح معاها. وأنت ما عرفتش تمسك نفسك، قمت رايح لها على طول. أمينة طلبت مني إني أتجوزها وأنا رفضت، مع إنك في الوقت ده كنت مخطوبة لعماد. أنا رفضت أمينة وأنا عارف إنك مع واحدة غيري. عارفة ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أعيش مع واحدة تانية غيرك. أنت قصدك إن أنت أحسن مني؟ عشان انا وافقت على عماد وانت في السجن؟ انا ما قصدتش كده. انت ما تعرفش حصل لي ايه وانت في السجن، ما تعرفش انا اتبهدلت ازاي. اسمي بقى على كل لسان علشان كنت مخطوبه لك، وكل اللي اعرفهم باعوني، والوحيد اللي وقف جنبي كان عماد. انا مش محتاج اسمع منك اي مبررات، لان انا مش بتهمك بحاجه، وانا عارف انت عملتي كده ليه. بس انا ما عملتش حاجه غلط. ممكن تهدى داليا، الموضوع مش مستاهل. الترابيزة اتقلبت عليا دلوقتي، وبقيت انا اللي بدافع عن نفسي قصادك. داليا من فضلك اهدي، بقولك انا ما اتهمتكيش بحاجة. كفاية يا رحيم، كفاية. انا اللي غلطانة، ما كانش المفروض ازعل من صور زي دي. على اذنك. داليا